بسم الله. النقطة رقم 52 بتتكلم عن نسخ نقل كائنات رسومية أو رسومات بيانية داخل عرض تقديمي وبين العروض التقديمية المفتوحة. يعني درس في منتهى السهولة لكن لازم إيه ندرسه مع بعض. تعالوا نفتح عرض جديد وتعالوا ننشئ، نشيل دول، اختار كده وديليت على الكيبورد وكده وديليت على الكيبورد. لما يكون عندنا كائن رسومي يبقى ربما الكائن الرسومي هو عبارة عن قصاصة فنية لو تفتكروا، وناخد بعد ما بحثنا عن كمبيوتر زي الدرس اللي فات دخلنا صورة دي، وعندنا عدة ايه، عندنا كمان واحدة هنا وعندنا كمان شريحة اخرى ثلاث شرايح. نعم، فانا الشريحة دي وادي الست اللي قاعدة على الكمبيوتر، عايز اعمل منها كوبي واخليها هنا، يعني نسخة عايز ايه انسخها. فباليمين واقول له نسخ واجي على المكان اللي انا عايز الزقه فيها ولو يكن ثلاثة، واجي في اي مكان وباليمين اقول له لصق. فانا عملت ايه بكل بساطة، نسخت هنا لهنا، يبقى هي محطوطة في مكانين. نيجي برضو ندرج صورة اخرى وليكن الصورة دي ونحطها هنا. خلاص، عايزين بقى ننقل الصورة دي من هنا لهنا، فببساطة باجي اختارها ومن الصفحة الرئيسية اقول له قص، معناها يقصها من هنا فمش هتبقى موجودة من هنا، او باليمين عليها معلش ونقول له قص، ادي قص، يبقى سواء دي او دي اتقصت. راحت فين دلوقتي؟ راحت في حافظة في الميموري، في المكان جوه الهارد ديسك بيحفظ فيه، دي بتعمل له كوبي. واجي هنا بيسموه كليبر، كليب بورد، واجي هنا واجي في اي مكان وباليمين اقول له ايه لصق، ادي لزقتها. هي فين في الاصل؟ ما اتقصت واتحطت فين؟ في الفرع. ادي صوره، لا دي رسمه، تختلف الصوره ابدا، ما تختلفش الصوره، يختلف عنها الشكل ابدا ما يختلفش عنها الشكل. يعني بمعنى لو دخلنا في الانترنت خلاص وكتبت برضه في جوجل اكتب كمبيوتر واجيب صور كمبيوتر، ادي كمبيوتر يا جوجل، خلاص ونشوف الكمبيوتر هنا، نقول عايزين صور خاصة بالكمبيوتر، ومن صور خاصة بالكمبيوتر الصورة اللي تعجبني خلاص، وليكن الصورة دي صورة ودي صورة، نختار الصورة لان ده كمبيوتر اهو كويس وزي الفل ومش عيان. باليمين هقول له كوبي، في كوبي هنا كوبي ايمج از، يعني سيف ايمج از، يعني ايه احفظ هذه الصورة كام. ممكن اقول له كوبي ايمج، هياخدها فين؟ في الحافظة بتاعت الميموري، وبعدين اروح يعني دلوقتي لو في اي مكان باليمين عملت هيعمل لي ايه؟ هيلزق لي اللي في الايه؟ اللي في الميموري عندنا، ما تخافش هيلزقها لي، هيجيبها لي ويلزقها لي زي ما انتم شايفين باليمين تاني، واقول له لصق عشان تيجي، هيجيبها لي وبياخد وقت، يمكن هي مساحتها كبيرة، اجيبها لي فعلا مساحتها كبيرة جدا معايا، انا هصغرها بس كده بشكل صغير عشان تنفع، ما تنفعش كله مع بعض. ادي ايه صغيره تاني، في عده طرق طبعا للتصغير، هيبقى لها لوحدها ايه، هيبقى لها لوحدها درس، ولكن احنا عايزين حاليا نصغر الصوره المجرمه دي، صغرناها اهو. دلوقتي دي برضو بتعامل معامله كوبي وبيست، انا عملت لها من هناك كوبي وعملت لها هنا ايه بيست، مفهوم؟ لو عايز بقى من هنا اعمل لها موف، احركها من هنا لهنا زي ما قلنا، ما علينا الا ان نقول لها ايه باليمين، هنقول له قص، نشيلها ونيجي على رقم 2 نعمل لها ايه لصق بس. يبقى الترتيب اختيار الشيء، نسخ واروح للمكان بتاعه لازم، اختيار الشيء قص واروح اعملها ايه
لزق. قص يبقى عبارة عن ايه؟ موف، بتحرك شيء من مكان لمكان، فمش هيكون في مكانه الأصلي. نسخ معناها الأصلية موجودة ودي نسخة منها حطها في المكان التاني. ماشي ماشي. طب دي احنا اتعلمناها انها ايه؟ يعني ان انا انقل من شريحة لشريحة. لا، وعلمتكم ان انتوا تجيبوها من الانترنت وتدخلوها في الشريحة. نعم. طب ازاي انا صورة هنا اهو وعايز انسخها لمكان تاني، لمكان تاني، لعرض تاني، عرض تقديم تاني، وليكن الاثار باوربوينت ده؟ ببساطة جدا اعمل له كوبي وتعالى من هنا الزقه. يعني بمعنى هروح للاطار التاني اللي هو عرض تقديمي واجي على دي اقول له باليمين نسخ، واروح للعرض التقديم التاني خلاص واقول له هنا ايه في اي مكان انا عايزه باليمين على اي مكان، اقول له لصق هيجيبها لي. بس ببساطة صغرها يا سيدي وهيص نفسك واعمل اللي انت عايزه ومفيش مشاكل. اوكي اوكي على فكرة في طريقة تانية. نعم. انت ممكن تقول له عرض لي العرض التقديمي جنب بعضه. يعني احنا عندنا كام عرض تقديمي؟ عندنا عرض تقديمي واحد واثنين، اهو واحد وباوربوينت. فانا ممكن اقول له لو سمحت تعملهم لي بالتجانب جنب بعض، يعني جنب بعض، يعني ما يكونش كل واحده هي دي دي، لا جنب بعض، اللي هو ترتيب الكل او تتالي يكونوا جنب بعض او تحريك او اطار جديد. فانا اقول له ترتيب الكل، فحط لي ده جنب ده. تخيل وانا عايز انقل دي هنا اهو. من هنا ممكن اقول له لو باليمين واقول له قص، واجي هنا اهو واقول له لزق. نعم ممكن. طب ليه ما بتمشيش ان انا لو مسكتها كده واحركها واجيبها هنا اهو ما تجيش ليه؟ قال لك ما بتجيش عشان ما بتجيش، ما اعرفش ما بتجيش ليه. انما زي ما انت قلت ان انت ممكن تحط الاثنين جنب بعض وتيجي باليمين تقول له باليمين، اسف كده، تختارها وتقول له قص، وتيجي في المكان التاني اللي انت عايز تلزقه وتقول له لصق هيلزق بهذا الشكل، او باليمين تقول له نسخ وتيجي هنا في المكان ده تقول له ايه نسخ لصق برضه، فيبقى موجود هنا وموجود هنا. يبقى اذا نعم تعلمنا في الدرس ده ازاي ننسخ من مكان ونلزق في مكان عن طريق نسخ ولزق بعد الاختيار طبعا. وتعلمنا كمان ازاي نحرك من مكان لمكان. نحرك معناها ما تبقاش موجوده في الاولانيه، بنختار الشيء اللي احنا عايزين نختاره ونقول له قص هيقصه من مكان، ونروح للمكان الجديد ونقول له لازق يلزقه في المكان الجديد. وتعلمنا ازاي نقدر ننسخ حاجات من الانترنت، رحنا للانترنت وعملنا كوبي مباشره سواء من الانترنت اكسبلورر او من الكروم او من اي حاجه باليمين كوبي ايمج، كوبي ايمج او كوبي ايمج او كوبي بيكتشر سواء انترنت اكسبلورر او ايه او جوجل كروم، ونروح للمكان اللي احنا عايزين نلزقه فيه عندنا ونقول له لازم. وقلنا كمان ممكن نعملهم اتنين قصاد بعض، مش ضروري ناخد، يعني لو كان عباره عن عرضين غير بعض فممكن ناخد كوبي ونروح بيست في العرض الثاني، او ممكن نفتحهم جنب بعض عن طريق عرض وعن طريق ان احنا نعمل تتالي او ترتيب الكل يكونوا جنب بعض بهذا الشكل حتى لو كان ثلاثه، وبعدين ناخد من ناحيه نقول له كوبي ونوديها في ناحيه نقول له ايه لصق. عمليه الكوبي والبيست عمليه في منتهى الاهميه، لان اكتر حاجه بنستخدمها، اكتر حاجه بنستخدمها. انا مش معقول مقالات موجوده على الانترنت اقراها واكتبها تاني بايديا. طب ما كوبي، اعمل كوبي من الانترنت وجيبها. مش معقول الصوره تعجبني ارسمها انا بايديا وانا عمري ما اكون زي الرسام اللي رسمها هناك، فكوبي وبيست. مش معقول لما يكون يطلب مني حاجه اكررها كتير افضل اكررها، لا كوبي نسخ، لان النسخه تبقى الاصل ولصق ولصق ولصق. ونتقابل إن شاء الله في الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.